بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي يضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ذلمت نفسي ذلمت وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها و
نفسي بجنايتها ومطلي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تدين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، والزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعفا، يا رب ارحم ضعفا بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وترميتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيا أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تباعد من أدنيت، أو تشرد من ناويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طايعا، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. ما شاء الله يا كريم.
كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثوه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي؟ لأليم العذاب مشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج اللاملين، ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أمكين إليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتمثل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه دفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ أيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها ما
مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأ ما من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها مرنا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب قوم على خدمتك جوارحي واشدن على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارغ ومن كادني فكن واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لن يجاب وقلبي بحبك
بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، واقل لي عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، وفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع ما شاء الله. يا سريع ایک مرتبہ اور یا سریع رضا اغفر لمن لا يملک الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللہ اکبر. شب جمعہ توفیق نصیب ہوئی مولا علی علیہ السلام کی دعا کو دہرا سکیں. چلیں کربلا معلہ، جہاں یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تاریخیں آنے والی ہیں قریب، ایک تاریخ بی بی سکینہ سے منسوب ہے، سکینہ بنت الحسین. وا حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. شہنِ بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں لقا، جوڑ کے ننے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. آئے آئے. بس یہی فکرِ مصائب کے ہو جائیں گے. بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ. آئے آئے آئے. 4 سال کی ایک بچی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، تو جانتی ہے کہ میرا بابا کچھ دیر بعد ذبح ہو جائے گا. بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ. تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. آخری بات پڑھتا ہوں. سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. جب بی بی کے گوشوارے چھین لیے گئے، بہار الانوار میں ایک روایت ہے کہ گوشوارے اور مکھنا ساتھ چھینا گیا، تو بی بی فرماتی ہیں کہ ایسے چھینے گئے کہ درکت دما تسیل و علی خدی، کانوں کا خون میرے رخساروں پر بہتا جاتا تھا. ہائے ہائے ہائے. کانوں کا خون، یا اللہ، بولی سکینہ کانوں پہ رکھ کر یوں اپنے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہر خدا میں یتیم ہوں. اللہ اکبر. تو پھر جب رخساروں تک خون بہتا جاتا تھا، تو پھر وہ پلٹی اور جب خیام کی طرف آ رہی تھیں تو انا مخشی علیہ، مجھ پر غشی داری ہو گئی. بی بی فرماتی ہیں میں نے دیکھا وہ بھی زینب کچھ دیر بعد میرے ساتھ بیٹھ کر رو رہی ہے اور فریاد کرتی ہیں فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا گیا. آئے آئے آئے.
بس میں اٹھی اور میں نے فوراً یا اللہ ابھی کانوں کے بارے میں نہیں کہا جہاں سے رخسار ہو سکتا لہو جاری تھا. حسین کی بیٹی ہے, فرمایا پھوپھی اممہ کیا کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے جس سے اپنا سر ڈھانپ لوں؟ ان اعین النظار, نا محرموں کی نگاہوں پر. اے ہائے ہائے یا اللہ. پھوپھی زینب نے فرمایا تیری پھوپھی بھی تیری ہی طرح اور یہاں سر ہے. بس میں نے دیکھا میری پھوپھی کا سر بھی کھلا ہوا تھا. اب یہ فقرہ روایت کا پڑھتا ہوں. ومتنها قد اسود من الزرب, جس پر ضربوں کے سیاہ نشان تھے. اللہ اکبر. اور جب میں واپس پڑھ لی تو میں نے دیکھا میرا بیمار بھیا زین العابدین منہ کے بل زمین پر, لا یطیق الجلوس من کثرت الجوع والعطش, سجاد میں طاقت نہ تھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ زمین پر بیٹھ سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن میں قضا ایک متسلیم لامرک. اللہم ادخل علی اہل القبور سرور, اللهم اغني كل فقير, اللهم اشبع كل جائع, اللهم اقص كل عريان, اللهم اقضي دين كل مدين, اللهم فرج عن كل مكروه, اللهم رد كل غريم, اللهم فك كل اسير, اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين, اللهم اشفي كل مريض, اللهم سد فقرنا بغنى, اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك, اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر, انك على كل شيء قدير.